مع إلقاء بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة باللغة العربية. البيان رقم 5 صادر عن اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير. نحن جماهير شعب مصر صاحب السيادة الوحيد على هذه الأرض، نعلن أننا قد استعدنا سيادتنا الكاملة باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية المدنية السلمية. إن بقاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ مع نجله يمثل أكبر تهديد للثورة. إن حكومة أحمد شفيق حتى بعد تعديلها هي حكومة النظام السابق. إن بقاء هذه الحكومة هو أكبر معوق للاستقرار في البلاد وأحد أكبر التحديات التي تواجه الثورة. لذا فإننا نؤكد على المطالبة بسرعة تشكيل حكومة من المستقلين والخبراء ذوي الكفاءات لإدارة الدولة حتى تشكيل حكومة منتخبة. نطالب بعودة الدراسة في الجامعات والمدارس في أقرب وقت حرصا على الاستقرار ومستقبل أبناء الشعب. نطالب بإقالة النائب العام لأنه جزء رئيسي من النظام المخلوع، حيث رفض طوال السنوات الماضية فتح التحضير في كافة البلاغات التي قدمت له ضد رموز النظام الفاسد. أنا مع ائتلاف شباب 25 يناير. فرض من المؤتمر إن إحنا بنعرض بيان لينا بالمطالب اللي إحنا محتاجين نحققها فعلا عشان نقدر نحسس أهالي الشهداء إن دمهم ما راحش هدر، وإن إحنا بنكافح وبندافع لهذه البلد من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هدفه التأكيد على إن إحنا نازلين مظاهرات من يوم الجمعة، وإن الهدف الأساسي ليها إسقاط حكومة أحمد شفيق بالكامل ووضع حد لتحركات المشبوهة لرئيس المخلوع حسني مبارك ومعاونيه في شرم الشيخ. هو بالبلدي إحنا شلنا علي بابا، فلازم نشيل بين حرامي، فمش عايزين أي حد تمام من يعني اي حد يصرف بالنظام. نطالب بتشكيل لجنه قضائيه مستقله من قضاه شرفاء مستقلين يقوموا بدور النيابه العامه وبدور النائب العام في هذه الفتره في التحقيق مع رموز الفساد السابقين من رموز النظام السابق. كما نطالب باقاله جميع رؤوس الجامعات، رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الاعلاميه القوميه، وعلى رأسها رئيس التلفزيون المصري ورئيس قطاع الأخبار عبد اللطيف المناوي. ائتلافات هي 6 ائتلافات. ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف مجلس أمناء الثورة، وائتلاف مصر الحرة، وائتلاف شباب 25 يناير، وتحالف ثورة مصر، والأكاديميين المستقلين. 6 ائتلافات، وفي تحت هذه الائتلافات مجموعات كبيره جدا، حتى احنا طلب مننا حد ناس كتير ان هم يخشوا اللجنه، فاحنا بندخلهم تحت الائتلافات. 6 الائتلافات اتفقوا على كل اللي اتقال في البيان، وكان في بعض المطالب تانية احنا شلناها عشان نوجد توحد. واللجنه التنسيقيه تدعو لمظاهرات مليونيه في جميع ميادين مصر على راسها مدينه التحرير الجمعة القادمة تحت عنوان جمعة الخلاص، والخلاص هنا نقصد به الخلاص من حكومة أحمد شفيق وعلى رأسها الفريق أحمد شفيق. نهيب بجيش مصر البار ابن هذا الشعب العظيم الذي صان دماء الشعب وحفظ أمن الوطن في هذه الثورة العظيمة، وأكد على شرعيتها وشرعية مطالبها التي قام بتنفيذ بعضها، أن يسرع الخطى بإنجاز مطالب الشعب العاجلة وعلى رأسها حكومة وطنية مستقلة من الخبراء لتحقيق الاستقرار والأمان لصالح الشعب والوطن.